السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكيما موقع أونلاين تقدر من خلاله عندك قطعة أرض تبدأ إن تعملها تقسيمات، وأي تعديل بتعمله بيبدأ إن هو يوزع بقية القطع الأخرى، وطول الوقت بيديك تحليل للتصميم الجديد. يعني أول ما تعمل مثلا جزء من باركنج بيروح مغير التصميم كلها ويبدأ إن هو يديك المعلومات، زائد إن هو قوي جدا في موضوع الاستدامة. طيب خلينا نقول له إحنا عايزين نبدأ ندخل، وأقول له create project، بيقول لي أنا عايز أعرف أنت موجود فين. ماشي أهوت، على أساس هنحدد حتة الأرض اللي إحنا هنشتغل عليها. هاجي هنا بعد كده أقول له أنا عايز أحدد مثلا بالشكل دوت من هنا لهنا لهنا لهنا، هي دي كده الأرض بتاعتي. تمام، فهو بيقول لي بقى هي دي الحدود بتاعتك. تمام، هنبدأ ان احنا مثلا ناخد الجزء دوت. طيب انت عايز تيجي هنا تقول له مثلا انا عايز اشوفك كساتلايت، تمام، او تقول له ماب فيبدأ يجيبها لك بالشكل دوت. هاجي هنا اقول له كرييت، فبيبدأ يجيب لي الجزء دوت. تقدر تشوفها 2D أو 3D من هنا. بالشكل دوت تقدر تشوفها برسبكتيف أو أورثو جرافيك، تقدر تشوفها كماب أو ساتلايت. دي كلها إمكانيات عشان تشوف حاجة 3D. طيب هنا البيلدينج بلوت بتاعتنا، لو أنت عايز تعدل فيها ممكن تقول له إيديت، فتقدر تعدل في النقاط ديت لو أنت عايز مثلا تغيرها تبعد شوية، ممكن تغير المسافات. دلوقتي اقول له بقى ان انا عايز ارسم ماس هنا، فببدأ اقول له new development او existing building، ده مبنى قائم زي ما انت عايز. فهقول له ان انا عايز ابدأ اهوت ده هنا، هنعمل سناب مع ايه. ماشي، new development طبعا من هنا لهنا لهنا مثلا لهنا. بالشكل دوت، فهو هنا بيطلع لي بقى البلوتنج بلوت قد ايه، بيطلع لي هنا اوبشن 1، ممكن اعمل اوبشن 2 اوبشن 3، كل مرة التصميم مختلف. يبقى عندي كذا اوبشن، هو بيبدأ يجيب لي مقارنة بينهم. عندي هنا الكي فيجر بيبدأ يجيب لي المعلومات اللي موجودة. تقدر بقى تدخل بقى البيلدنج هاي مثلا، عندك البلوك نيم، البلوك اريا، البلوك هاي، الجروبس، كل دي بنبدأ ان احنا ندخل الداتا ديت. هنا الاعدادات لو انت عايز تعدل فيها، هنا الجرافيكس، الليرات، بحيث ان انت تقدر تخفي اي لير انت عايزها وتظهر الليرات اللي انت عايزها. ممكن من اوبشن هنا نبدأ نيجي هنا نقول له احنا عايزين مثلا بالشكل ده ميكسد، او عايزينها مثلا بالشكل ده، يبقى يجيب لنا التوزيعات زي ما احنا عايزين. كل اوبشن من دول بيبدا يجيب لي المعلومات اقدر اعدل فيها. وبعد كده تيجي هنا في الكي فيجر بتبدا تشوف الداتا تفرق معاك قد ايه، كل واحد فيهم طبعا التصميم بيختلف تماما، وتبدا تقارن بينهم وتشوف اني الافضل ليك. وتقدر تيجي بعد كده تقول له طب انا عايز اعمل اناليسيس للدي لايت او للسان لايت، يبدأ يعمل لك الاناليسيس بالشكل دوت.